هذا يا إخواني صفات القيادة في الإسلام، مش بالإدعاء، مش بالدعاء، مش بتوزيع الأشرطة والخطب. وجعلنا منهم، قدر الله عز وجل في أممه من المسلمين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا بإذن من الله وبصيرة من الله وتوفيق من الله بشرطين: لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. حديث رواه ابن هشام عندما ساوموا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يرجع عن دعوة التوحيد ويكف عن تسفيه أحلامهم وسب آبائهم وأصنامهم، فيقول: يا عم والله لو وضعوا القمر في يميني والشمس في شمالي على أن أترك هذا الدين فلن أتركه حتى يظهره الله أو أن أهلك دونه. هذا النوع الثالث إخواني من الدعاء، جيل كتب عن الشبهات المشاكل عشان يريحك، الرزق، الأجل، الصراع الدولي، كله مكتوب في القرآن، القصص، السنن الإلهية في الأرض. وجيل بدأ يجمع الناس، عمك الشيخ فلان لمم له 2000 شاب، الله يبارك فيه، الله يسعده ويوفقه، احنا نفرح. كلما كثر الدعاء، كلما اجتمع الناس حوله، كلما اتبعوا سنة نبيهم وخدموا قضيتهم. إنما النوع اللي احنا عايزينه الآن يا إخوة، وهو القليل، علماء المواقف الفاصلة. الأمة الإسلامية تريد الآن أسود وأبيض، أنا مع صدام ولا ضد صدام، 1+1 يساوي 2. هذا أيضا ساهم فيه السباعي بمقدار ما وفقه الله تبارك وتعالى. أمتنا الإسلامية هو كتب، أنتوا شفتوا ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، أبو الحسن الندوي، في ظلال القرآن ومعالم في الطريق سيد قطب، شروط النهضة ومشكلات الحضارة مالك ابن نبي، خير الله كثير كتب ومؤلفة، علماء يردون عن الشبهات، الحمد لله، كل متناول كتب هنا تشتري ب20 قرون وتقرأ وتتفقه وتسأل العلماء وتتنور. بعدين بدأ العلماء يروحوا للمساجد ويمشوا في الشوارع ويجمعوا الشباب، عظيم. الآن مرحلة المجابهة ما عادش فيها. أتظنون يا إخوان أننا سنخرج اللقمة من فم الأسد دون أن تجرح أيدينا ودون أن يقطر الدماء؟ هذا تخيل غير شرعي وغير حقيقي. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الشيخ السباعي هو صدق فيه قول الله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا بإذن من الله وبصيرة من الله. لما صبروا داوموا ليل نهار بالطباعة بالخطب بالمواقف السياسية بالمواقف العسكرية وكانوا بآياتنا يوقنون، لم يتنازلوا عن جزء من الحل الإسلامي والرأي الشرعي والاستنباط الفقهي في أي قضية، في الزنا واللواط، في تحديد النسل، في الربا والاقتصاد والاقتراض من البنوك الربوية، في كل هذه القضايا، وكانوا بآياتنا يوقنون، لم يتزعزع يقينهم بالله أن قول الله حق وأن حكمه فصل وأنه غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. الكتاب إخواني، السنة، جاء البريطانيون إلى بلادنا كما جاء التتار، هزمون عسكري لا حول ولا قوة إلا بالله بما صنعت أيدي، وبعدين ألغي الشريعة، ألغوا الشريعة من الهند، من مصر، من نيجيريا، من المغرب، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما فيش حدود. عمو بتروح بتصلي بتقرأ الأدعية وبتروح بيتك، ما أنت مسلم مبسوط، إيه أنت بدك تنهب، بدك تسرق، إيه عايش تعمل إيه؟ خلاص امشي الحيط وقول يلا السلام. هكذا فعل الصليبيون في بلاد، لقوا المسلمين بيقاموا، مشايخ خرجت من الأزهر ضد نابليون، ثورات في بلاد الشام، الشيخ ابن باديس في الجزائر، قال لك طب وبعدين؟ فلعبوا اللعبة القديمة، إما أن يطعنوا في القرآن أو يؤولوه، وإما أن يطعنوا في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وإما أن يطعنوا في سنته. اسمع قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه،
ألا إني أوتيت القرآن ومثله، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته. شوف وصف النبي صلى الله عليه وسلم، أعلم الله بالغيب، الله علم ما كان وما هو كائن وما سيكون، وبيخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وبيقولنا هيجي يوم الناس شبعانة في كوبنهاجن تعمل لك أمسيات ثقافية، وبعدين إيه؟ يوزعوا المطعومات ويذبحوا الخرفان. ألا يوشك رجل شبعان على أريكته. وبعدين يقول لك زي أخوك أبو عبد الله العبد الفقير المذنب، خطب على البوسنة يبكيك، وخطب على أفغانستان وهو يدور في مكانه. فنسأل الله الستر والمغفرة والعافية في الدنيا والآخرة. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة مال معاهد إلا أن يستغني عنها. الذم في بلادنا اللي بيوقع من جيبه شيء لا يجوز أن نستحله، كما يقول الرسام إلا أن يستغني عنها صاحبها. ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروا، إذا نزل مسلم عبر سبيل ضيف على قوم من المسلمين عليهم أن يضيفوا أن يقروا، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراء. يا سلام، وانا براجع الحديث إخوة، وين هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك اذا رحت في قريه مسلم ولا واحد مثل سيدنا موسى والخضر، فانطلق حتى اذا اتيا اهل قريه استطعم اهلها فابوا ان يضيفوهم، كلهم بخلاء ما بدوش يفتحوا الباب، يعني شربت ماء عصير صحن اكل رز ما في. بيقول لك هذا الحديث انك اذا نزلت في قريه وأهل القرية من المسلمين لم يقوموا بواجب القراء الضيافة، سيادتك بتنزل في الأوتيل، بس اوعى تروح شيراتون أو هيلتون، وتروح تقعد في الأوتيل وتبات 3 أيام وتاكل وتشرب وتاخذ الفاتورة، واخد بالك، ورقة الحساب تروح على العمدة على العامل على مختار القرية، تقول له النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ادفعوا لي فأعقبهم من مالي. القراء، شوفوا حلاوة الإسلام، روعة الإسلام، الضيافة إلى غير ذلك. نسأل الله أن نكون من أهل الأخلاق ومن أهل الكرم في الإسلام. هذا الحديث يا إخوة بيوضح الشبهات، فأعداؤنا طعنوا في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل الأسبقون، كذاب ومجنون مارجليوث كتب كتابه، وجب وغيرهم من المستشرقين الذين ناظرهم مصطفى السباع هنا في ديارهم، جاء غازيا متسلحا بالعلم الشرعي الصحيح ونصره الله عز وجل عليهم. فلما ما واجدوش مجال انه ننكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وانه بتأتيه صرع وتخيله، بدأوا يطعنوا في السنة. واحد من الشباب بتقول له: اخي النبي صلى الله عليه وسلم بتعمل عقيقة. اخونا ابو انس الله يكرمه بكرة الساعة 6:30 في الجمعية الإسلامية رقم 65 في حفل عرس ووليمة العرس واجب الإجابة، وهو يدعوكم جميعا. وأنا مش عارف، واشترى جمل الأسواق يأكل يعني مثلا 500-600 نفر، ما فيش جمال في الدنمارك ويزر يذبح بقرة، الله أعلم اللي يطلع فيه النصيب. واضح إخواني؟ بتعزم واحد في البيت، بتقول له بيجي بيأكل بإيد الشمال، بتقول له: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليه، وذكر أن الشيطان يأكل ويشارك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور. بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، إنه كل أمر لا يذكر فيه اسم الله بيشارك فيه الشيطان، حتى لما بيجامع الرجل زوجته يقول: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. واضح؟ هذه أحاديث النبي. فيجي واحد بقى هذا من الايه؟ ابو العريف، واحد متاثر قاري له مقال لفرج فوده ولا محمد اركون ولا واحد من عمال بلد، يا اخي انتوا تعبتونا، كل باليمين وشمال، كل بالاصبع السبابه، كل يا عم انتوا بتعقدوا لنا الاسلام. انا ايش دراني ان هذا حديث مدسوس؟ حديث مدسوس. انا ايش عرفني انه من الاسرائيليات؟ بتقول له يعني انت عبقري، وعلماء الإسلام من كل المذاهب في شرق البلاد وأرضها الذين كتبوا الكتب والمصنفات واستنبطوا الأحكام كانوا أغبياء ولا يعرفوا الحديث الصحيح من الضعيف، وسيادتك الآن بقيت عبقري يا أبو العريف. هنا يا إخوة يبدأ الشك في السنة.
أحاديث الذبابة، إن الذبابة إذا نزلت في إناء أحدكم فليرمسها، فإن في الجناح في جناحها داء وفي الجناح الآخر داء إلى غير ذلك، بدأوا يضربوا السنة في بعض وتكتب الكتب. جاء واحد من الذين أضلهم الله على علم اسمه أبو ريا، وبدأ يكتب عن الصحابة ورواياتهم في الحديث وينقل أقوال المستشرقين. فتخيل يا أخي المسلم، وقد سمعت بأذنك زنديق الصحراء القذافي وهو يطعن في السنة، وهو بدعة سبقها إليه المغرورون والمنحرفون والمرتدون والعياذ بالله. كيف نطبق الإسلام إذا لم توجد السنة الصحيحة التي تفسر القرآن؟ وعلماء الإسلام يقولون إن السنة محفوظة بحفظ القرآن، والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى الذي لا يغيب عن علمه شيء أبدا في الأرض ولا في السماء، عندما قال لنا في محكم كتابه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فكيف يأمرنا بشيء مش موجود؟ إذا السنة ضاعت، إذا اختفت، إذا حرفت، إذا جاء الدس والوضع فيها، فكيف ننفذ وما آتاكم الرسول فخذوه صلى الله عليه وسلم وما نهاكم عنه فانتهوا؟ هذا كتاب قيم وسفر ملأ فراغا في المكتبة العربية. الإمام السيوطي ألف كتاب مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، كتب في العصور على مستوى علماء الحديث وأحاديث الأحاد والمتواترة ودرجات الأحاديث والتعارض الظاهر في الحديث، كتبها أهل الإسلام من العلماء فيما بينهم لإرشاد المتفقهين وطلبة العلم. إنما هذه قضية جديدة تعالج مشكلة الشك، الشبهة أو الشهوة، أسباب الانحراف. إن النصارى ضلوا بعد أن حرفوا كتاب ربهم، وإن اليهود انحرفوا بعد أن ادعوا أن عزيرا ابن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولكن القرآن محفوظ. إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. ولأن القرآن محفوظ تحفظ السنة التي تشرح القرآن. ربما إخواني كثير منكم من الجيل الجديد لا يدرك هذا الجهل. كفى أن العلماء كتبوا عنه، كفى أن الله سخر علم الشيخ أبي حسان مصطفى حسني السباعي في كافة الإطارات لكي يعيد المسلمين إلى سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، إلى عدالة الصحابة، إلى أمانتهم. إن الذين نقلوا إلينا القرآن هم بأعينهم وأنفسهم الذين نقلوا إلينا السنة. وأختتم بقول الحق تبارك وتعالى في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين، إنها منة لمن شعر بحلاوة الإيمان وباعتراف بفضل الله عز وجل. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بدون الكتاب يعيش الناس في ضلال، بدون الحكمة وهي السنة كما يشرح الشيخ السباعي وينقل عمن سبقه وينقل عنه اللاحقون من العلماء، لقد وصف الله عز وجل سنة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وشرحه وتبيينه في كافة الأمور بأنه الحكمة، بأنه التبيين الدقيق، بأنه التنزيل الواضح لأحكام الله وتشريعاته في الأرض وفي واقع المجتمع الإسلامي. هذا هو حديثنا إخواني، وإلى الأسبوع المقبل ندعو الله عز وجل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. توبوا إليه واستغفروه في ساعة الجمعة، إنه هو التواب الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمدك اللهم وأشكرك وأتوب إليك وأستغفرك وأثني عليك الخير كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، Brothers in Islam,
Today is the fourth author, writer, Muslim thinker and leader from Bilad al-Sham, Sheikh Mustafa al-Siba'i, who was born in 1914 and died in 1964. A man, multi-talented man in education, in speech, in writing, in editing, in practical work, in jihad, in political activities, in spite of the criticism because the nature of political conflict at that time was not clear. He is a sinful human being. He is a wrongdoer. He is not infallible. Al-Isma only, infallibility is only to the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala. Brothers in Islam, we have been defeated under the military occupation and invasion of the West, the Christian secular system of Britain and the France. Our Sharia was abolished. The Western norm had been imported and brought to our countries, and the gradually Muslim started to lose their confidence and the trust in the Islamic law and Islamic doctrine. And as you know, Allah subhanahu wa ta'ala had described the reason of deviation, as we have talked before, in ideology, because of doubts and distortions and because of desires. Any man can convert the law of Allah, can it change it, can corrupt it because of his desires. This is what Pharaoh had done before, because he likes power. Anybody who is interested in sex, he said, well, zina, adultery is not haram. It's to enjoy yourself, to have relations with women. So this is one of two possibilities. Ash-shahwa, the desire, the weakness of my person to corrupt and change the doctrine Sharia of Allah. The second possibility is ash-shubha, the distortion and doubt. That's why the Christians before, when they see that Mary has no wife, alayha salam, Maryam, they claimed the Holy Trinity and invented a very wrong idea. They come to shirk once again. This is very briefly the point. In history, Muslims have been invaded by the Tartar-Mongol occupation, but they have a strong faith. They have been punished by Allah, by a foreign power, external power. But still, they have the intactness and the purity of aqidah, faith, in their hearts. That's why after a short period of time, the invaders, the Tartars, the Mongols, had converted in Islam. It is unique event in the whole history, never happened before. The Japanese, after World War II, had converted to capitalism by the influence of the invader of USA. But Muslims, because of their faith, their knowledge, have the power to convert the invader to become Muslim, and then the Mongols, the Tartars, started to spread Islam up to Moscow. You can see the Kremlin. This is the heritage of Islam. This kind of architecture and building have been made by the Mongol Muslim leaders. But later on in our contemporary life, they tried to tell people that there is no God, no Allah, like communism, but we stood against them. So they tried once again to say, Quran is not the word of Allah, it's not the real revelation. It's a vision, it is a compilation of Arabic literature. We refuted that. Then they tried to make doubts about the personality of Prophet Muhammad, to take it from the Orientalists, to say it is a vision, epilepsy, and so on. And finally come to the really critical issue about the authenticity of the ahadith, al-ahadith al-sahiha, the narration, the chain of narrators about al-ahadith. That's why a graduate from Al-Azhar, Abu Raya, had written a book getting information like Salman Rushdie from Orientalists to criticize the Sunnah of Prophet Muhammad. The Sahaba, the same people, a human being, who have been praised by Allah, who had been honest enough and sincere enough to convey Quran without any change, they were also sincere to convey the Sunnah. We cannot understand Quran without Sunnah, even though it's written in Quran, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Whatever Prophet Muhammad had instructed you, you have to follow him, and whatever he forbidden you, you have to stop, you have to quit. This is roughly the translation of this ayah. How we can follow Prophet sallallahu alayhi wasallam if we do not know his Sunnah? That's why this scholar, Al-Siba'i, he got the degree, PhD degree from Al-Azhar in 1949. Before him, like As-Sayuti and other scholars, had written about Sunnah for the students of Sharia of Muslims, among Muslims, how to promote yourself. But this is a different angle, a different approach to refute any doubt
to remove any suspicion about the authenticity of the ahadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We have seen people who are affected by secularism, intellectual approach. When you ask him, why don't you eat with your right hand? There is hadith. He said, no, I don't follow ahadith. I don't trust them. There is some forced ahadith, al-ahadith al-mawdu'ah. There is ahadith brought from the Israelis and so on. I am not sure. This man is very naive, because he do not recall or remember that the glorious history of Islam, made by millions and thousands of scholars, had referred to the Sunnah, had interpreted the Sunnah, had derived the al-ahkam al-shar'iyya, and have classified them, write them, and document them in different books of the al-fiqh al-islami, the Islamic jurisprudence. Brothers in Islam, this is the role of Sheikh Mustafa al-Siba'i. Historically speaking, in the very beginning, the ulama started to encourage us to build our confidence in Islam, the law of Islam, to refute all these allegations and distortions. Secondly, they started to establish Islamic movements and to gather people and uplands. Now we are in need of a unique kind of leadership. Sheikh Omar Abdulrahman is arrested. One single man, could you imagine? He become the headache of mankind. They are so frightened. Do you see, my brothers in Islam, how the way they think about one single man, the CIA, with billions of budgets, with thousands of employees, are afraid from one single man. This is the conflict between Islam and non-Islamic forces, and that's why they have distorted this kind of allegations and the criticism to the main source of Sharia, al-Ahadith al-Nabawiyya and al-Sunnah al-Nabawiyya. Dr. al-Siba'i had contributed, as I have mentioned, to jihad in Palestine. He was detained, arrested by French colonization and British. He had some political role in Syria. He was deported by Hosni Zaim, the Syrian president who had led the military coup at that time. He had different contribution to Islam until he died in 64, and after he established Kulliyat al-Sharia, the faculty of theology in Damascus University, the first in the modern time to teach Islamic ideology and theology to the new generation of Muslims. The brothers in Islam, this book have been widely spread. A lot of writers later on started to quote from it, and it had covered a very important part. That's why, by the grace of Allah, we have Islamic movements, we have our trust in Sunnah, we refer to it to learn and to educate and to act in accordance with the law of Allah. Allahumma faqihna fi dinin, wa alhimna rushdana, wa thabbit ala tariq al-haqq aqdamana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa-t-tuqa, wa nas'aluka al-afaf wa-al-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal-janna, wa na'udhu min sakhatika wal-nar. اللهم إنا نسألك جسدا على البلاء صابرا، ولسانا على كل حال شاكرا. اللهم إن عافيتك أوسع لنا، فرد عنا بطش الأعداء وشماتة الجبناء، وانصرنا على أعدائك وأعزنا بدينك يا عزيز يا جبار. اللهم هيئ لنا أمر رشد يردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا شاغل همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تدع فينا مريضا إلا شفيته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مجاهدا إلا أيدته، ولا دعوة إلا وفقتها في كل مكان إلى كلمة التوحيد يا كريم. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم العرض عليك. ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم نور قبورهم، اللهم اغسلهم من ذنوبهم بالثلج والماء والبرد. اللهم ألحقنا وإياهم بالصالحين. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. اللهم أحينا على الإيمان وأمتنا على الإيمان، واحشرنا على حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين. اللهم اجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين. اللهم اغفر لنا وتب علينا وسامحنا وارحمنا واسترنا يا غفور يا لطيف يا حليم. آمين آمين، والحمد لله، وأقم الصلاة.
بعد الصلاة إخوة برنامج عن المنطقة الإسلامية الكردية في شمال العراق بالفيديو لمن يريد أن يحضر. الأخ أبو طلال يعلمكم أنه بالإضافة لدرس السيرة يوم الاثنين، درس العقيدة يوم الثلاثاء ابتداء من هذا الأسبوع. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.